TWNFM 91.2. علاقة متاع صحة الفم والأسنان واللثة لها علاقة يعني مجزوم بها قطعا بالريشيرش سينتيفيك بالأبحاث العلمية اللي هي تبلغ درجة عالية من المصداقية ومن قوة الحجة والاستدلال ما نعبر عنه بنيفو دو بروف في الريشيرش سينتيفيك. يعني من هنا نأكد وأنه فما برشا نشوفوا برشا حاجات إشهارات تعتمد على دي ريشيرش وابحاث اللي هي ما عندهاش نيفو دو بروف قوي لاجل تسويق برودوي معين او تكنيك معينه ولا حاجه. يعني احنا نعرفوا نفرقوا بين اللي هي دي ريشيرش اللي هي فالابل واللي هي علميا فالابل ولا لا. دونك لهنا نحكيوا على نيفو دو بروف 1 و 2 و 3 والى اخره واضعف. يعني عندنا حوايج اللي هي مثبته علميا قطعا وجزما علاقة الأمراض اللثة والأسنان بمثلا أمراض الشرايين والقلب. يعني عافانا وعافيكم الله العلاقة بيناتهم جزم وقطعية. يعني يقولوا الأبحاث أنه فما زيادة 19% من ريسك الإصابة عافانا وعافيكم الله بالجلطة مثلا. حاجة أخرى مثلا مرض السكري، الناس كل تعرفوا تأثير مرض السكري على اللثة والأسنان. حركة قلنا هيك فبرشا لأنه الصغير ويعطيهم الصحة الاختيار أنه يفكروا في السنة أولى، لأنه كل ما يبدأ أصغر كل ما يتقبل أكثر وأن يريهم الطريق العلمي المحرر على الأسنان. أنا جيت نحب نقدم نداء إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية باش كل مواطن يعطيه عيادة يتمكنوا من عيادة في عيادة خاصة أو في المستشفيات العمومية مرة في السنة لفحص الفم والأسنان، معناتها باش ما نتعداوش الحالات مستعصية. اليوم الطبيب في حاجة أنه يكون في اتصال مباشر مع الطبيب، فيكون زادة في معناتها اتصال مباشر مع المحامي مع الصناعي مع تقريبا الأطراف الداخلة كلها في المجتمع المدني، وعلى أساس أنه برنامج وزارة التربية هو انه تكون في شراكه كامله مع المؤسسات. عملنا مجموعه من التحركات، مسينا تقريبا 60 مدرسه، قرابه 3000 تلميذ، و معناتها ايزون تي موبيليزي برسك 150 طبيب اسنان للقيام بالحملات هذه، و بينيفوليمون بالطبيعه، وان شاء الله نكونوا مسينا الماكسيموم، وان شاء الله نكونوا قمنا بواجبنا.